السلام عليكم. البطلة ديال هذا الفيلم اليوم هي شجرة الأرقان. صحيح ملي غنقول شجرة الأرقان كاين اللي غادي يقول لك حنا دابا في الصويرة ولا في أكادير، أنا غادي نقول ليه لا، نحن الآن في الجبهة الشمالية ديال غابة الأرقان، لاغان غاي أرغانيا سبينوزا، اللي هي مدينة آسفي العريقة. هاد الشجرة بالضبط من بين الأشجار اللي كنا غرسناهم في محمية ديال الثانوية التأهيلية الفقهي القانوني، وما يمكنش تدوز هاد اللقطة بلا ما نشكرو السي السعيدي والأخ ديالو اللي كانوا من الناس اللي سهلوا علينا الحصول على هادوك الأغراس. ومهم تقريبا واحد اون ديزان، واحد المجموعة من الشجيرات اللي عطاو الثمار العام اللي فات، وهذه وحدة منهم. لاش بغيت نقول بان اسفي هي لو فرون نور دو لارغانغي، حيت ملي مشيت هنا هنايا الشمال الشرقي ديال اسفي تقريبا واحد 30 كيلومتر او كذا، و 30 خميس نقا بالضبط، لقيت البيكوبات جايين من اكادير، بيكوبات جايين من صويره كيدو الزنين للتعاونيات. اللي ما عرفش الزنين نذكرو ملي كطيب البرزيزه او الثمره ديال الارغان كتيبس كتولي بحال التمره، هذيك التمره البرانيه اللي كناكلوها في التمر في ارغان سميتها افياش. ملي كتحيد افياش كتبقى هذيك العلفه قاسحه كتهرس بالمعارض لي غالي وكتعطينا الزنين. هذاك الارغوش راه تيطيبوا به لان شجره دهنيه غنيه بالطاقه، والزنين تيتقلى وتعطينا الى تخدم بديك الطريقه التقليديه، تعطينا ارغان اللي تنديروه في املو او تناكلوه ولا تنصبو به ولا تنديروه في شلاده، ولا تطحن بالطريقه الحديثه اللي غلات علينا غا السوق اللي هي ديال لا كوسميتيك. اش من كوسميتيك اودي، الزين الا كان شي زين راه كاين، ما كاينش ما كاينش، اللي هي كتعطينا واحد الزيت اللي كيتستعمل في التجميل. بون هذه احدى وحده من هذوك الاشجار، وغادي الى لاحظتوا غادي نقطع شويه ولا نمشي بشويه، راه كاينين ثمار بدات كتمر كدير التمر. اذا اللي ما كيعرفش ارغان فهو نبات خاص كاين غير في المغرب فقط. انا غادي نمشي شويه تما، راه كتبان لي واحد البرزيزه، راه هي باقي الله هي ديك هي الباكوره، وكاينين وحدين اخرين تاني في العواد. فين هاد الشيء؟ في محميه الفقيه القانوني في اسفي، واللي لهبط غير سيدي بوزيد يعني من هنا واحد 500 متر ولا 1000 متر غتلقى شجيرات قديمه ديال ارغان. اذا هاد النبته هي نبته شوكيه، شوفوا شحال زوينه شوكيه، والوريقات ديالها كيشبهوا الوريقات الحنه، وبلا ما وهي الغابه الوحيده في العالم كاين الشبيهه ديالها في كنظن في امريكا الجنوبيه، كنظن في المكسيك، ولكن ما كتعطيش نفس الثمره. وهنايا كاين اللي كيستشهد بهذه القضيه كيضيفها على داكشي ديال زحزحه القارات، لا ديغيف دي كونتي.